السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، في غرزة جديدة أو زويقة جديدة كتجي على هذا الشكل. هذا الوجه ديالها والظهر ديالها كيجي هكا. بقاو معايا نشوفوا الطريقه اللي نخدموا بها هذه الغرزه. بسم الله، انا هنا عندي واحد العدد ديال لي ماي، 2 4 6 8 10 12 13. عندنا هاد الخدمه هادي، هاد البوان او هاد الغرزه هادي. انا هنا عندي هاد الليزيان ما كنحسبوهاش، كتخدم بهادي. عندنا وحده هنا وحدة، وعندي هنايا 1 2 3 4 5 6 7، عندي 7 ديال العينين هنايا، وهذه الثامنة. يعني هنا كنديرو 9 في المجموع، وحدة زائد 7 زائد وحدة 9، كان الخدمة كتمشي على 9. قولوا بسم الله. هذه أنا ما كنخدمهاش دابا، غادي نمشي بهذه هي ليزيار عادية. عندي هاد العين اللي هي هادي، هي هادي كنخدمها عادية، كنجي هنا وكندير هاد العين، نزيد هاد العين وكنجي هادي مع هادي، كنجمعهم ونخدمهم بهاد الطريقة. جمعتهم، غادي نخدم 1 2 3. عندي هنا غادي نحيد هاد الجوج ديال لي زياد ديال الجنب، وهذه وحده، بقاو لي هاد الجوج، غادي نجمعهم حتى هما بهذه الطريقه هذه. غادي نجمعهم بهذه الطريقه، كندير هذه هكا، كنخدم هاد العين هادي اللي هي هادي، صافي. وغادي نخدم هادو السطر اللي جاي، كنخدموه بهاد الطريقه. انا عندي هادو عادي ما كنخدمهاش الاولى، نخدم هادي عادي، كنقلب وكنخدم هادي على الدار على لونفير، وهادي كيف كيف. يعني كنمشي هاد السطر هكا كله، وهادي كنخدمها حتى هي كلشي الونفير، كنقلب وكنخدم هاد الجوج عادي لا فيزيار اللي عندي. كنجي السطر الموالي، جوج نخدمهم عادي، الثالثة كيف كيف عادية، كنجي هنا وكنزيد عين، كنخدم هادي وكنجمع هادي مع هادي. معليش لأن ليك بشوية كبير، كندير بهاد الطريقة باش نحكم الخدمة. هاني جمعتهم، هادي اللي في الوسط، وكنخدم هاد جوج مجموعين عاوتاني بهاد الطريقة هادي، هاهوما. وكنخدم هادي عادية، نزيد هنا عين، لأن هنا كنقص عين وهنا كنقص عين، كنزيدهم هنايا في الجنب، صافي. وكنخدم هادي هكا، هاد جوج كنخدمهم عادي. السطر ديال الظهر هاد جوج نخدمهم عادي، وكنمشي بهادي كنخدمهم كلشي الونفير. هادي ها هي العين اللي زدنا،
لين الاخرين. هاي العين اللي تسنى دائما كنقصو من جوج جهات وكنزيدو من جوج جهات، هنا كنقلب الخيط ونخدم هادو عاديين. دائما كما كنقول ما نزيروش الخيط، ما نرفوش الخيط. بالنسبه للزويقه نتوما تحكموا فيها، بغيتوا الزويقه تجي عريضه كتزيدوا العدد ديال لي ماي، مثلا انا هنا درت 7 نتوما ديروا 9، ممكن تكبروا الابر وعلى حساب الخيط. الا كان عندكم الخيط غليظ كتكبروا الرقم، كتزيدوا في الرقم والخدمه كتخدموها عادي. كنمشي هكا عاوتاني كتستر باش نكمل معكم الزويقه. هذه اللي في الجنب احنا خدناها، كنزيد هاد العين، كنجي لهذه اللي في الجنب نخدمها عاديه، كنجي لهذه نفس الشيء كنخدمها عاديه. دابا هنا عندي 3 في الوسط، كنجي لهذه نخدمها هكا، نحيدها او نطيح على السلك او ليكوي او الابره، كنجي لهاد الجوج وكنجمعهم بالطريقه وكندير هذه عليهم هكا وكنخدم. هي الخدمه ديالي وكندير هكا، نزيد هاد العين هنايا وهادي نخدمها عادي. بقاو لي هاد جوج. بالنسبه لهاد لافيزيير، الا خفتوها تجمع لكم الخدمه مره مره تخدموها. انا في العادي ما كنخدمهاش، ولكن على حسب الزويقه، الا كنت غادي نحس بان الزويقه غادي تكمش عليا كنخدمها. ما خدمتهاش انا، كنقلب ونخدم هادو. هادي اللي زدنا وهادو اللي في الوسط، يعني كيبقى لنا نفس العدد، غير هي الشكل ديال باش كنجمعوا العينين اللي شويه مختلف، اما العدد ما كينقصش. باردون، هادي هنايا هاد جوج كنخدمهم عادي. صافي كنقلب الخيط وكنخدم بهاد الشكل. وها هي الزويقه ديالنا كي كتجي، كتجي هكا كما كتشوفوا. ها هي دائما تنقص كنقصو كندخلو لداخل، وهادو اللي كنزيدوهم في الجنب ما كنقصوش منهم، يعني كنمشي تنقص هاك وهاك حتى كيوصل للوسط هنايا وكنجمع. نفس الشيء درك في هاد الوقيته هادي، في هاد السطر هذا غادي نبدا نفس الشيء، غادي نخدم جوج هادو ونخدم هادي ونزيد واحد العين ونجمع هادي مع هادي ونخدم هادو اللي في الوسط حتى كنكمل، وكيعطيني هاد الشكل هذا. كتجي خدمه زوينه هادي، كتجي في لي بول، سورتو في لي بول هادي كيجيو زوينين. لي لي جيلي ولا كتجي زوينه، كتجي على هاد الشكل هذا. الخدمه سهله بسيطه بزاف، المهم خصها شويه ديال التركيز ونحصلوا على نتيجه زوينه. كنتمنى باش يكون الفيديو ديال هاد النهار عجبكم واستفدتوا معايا، تعلمتوا معايا شي حاجه. كنشكر الناس اللي كتدعمني دائما دائما دائما، كنشكر الناس اللي كتدعمني، الناس اللي كتكتب لي تعاليق سواء اللي نعرفهم واللي ما كنعرفهمش، واللي غادي يكتبوا لي تعاليق زوينه ومشجعه. كنشكر الجميع، ما تنساوش اللايك للفيديو اللي عجبكم، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي تعرفوهم باش على الاقل يستافدوا ويتعلموا. كنشكر الناس الجداد اللي غادي تلتحق للقناه، ما ينساوش يديروا لنا واحد اشتراك، يشتركوا في القناه ويفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. كنتمنى باش يكون الفيديو عجبكم وزويقة عجبتكم بخصوص. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم مع زويقة او غرزة جديدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، الى اللقاء، مع السلامة. شكرا لكم على المشاهدة.